مرحب أحبابي، اليوم بدنا نعمل أنا وياكم طريقة تحضير حلا لوتس. حلا كتير كتير سهلة وبسيطة وكتير رح تعجبكم. حلا بتتحضر بخمس دقايق فقط. بهيدا الشكل كتير روعة. محشية بالبسكوت، بسكوت اللوتس والكريمة، هشة وكتير طيبة ورائعة. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. عنا 150 ملي حليب، ظرف كريمة، زبدة اللوتس، قشطة، وبسكويت اللوتس. حط الكريمة فوق الحليب. بخفقن على سرعة عالية. خلصنا من خفق الكريمة. حط ملعتين من زبدة اللوتس فوق الكريمة، ملعتين طعام. ونحط علبة القشطة. خلطهم مع بعض منيح واخلطهم بالخلاط على سرعة كتير خفيفة. بنصف بسكوت بأرض الصينية. بنصف البسكوت بهيدا الشكل. بحط عليهم الكريمة. نحنا بدنا البسكوت يبقى يقرش عنا، عشان هيك ما غطينا البسكوت بحليب أو بقهوة. برجع بحط طبقة بسكوت. بعد ما حطيت البسكوتات هلا آخر طبقة بحطها الكريمة. هلا بحطها أقل شي بالبراد ساعة. بعد الساعة بس جمدت الحلو منيح بالبراد. عنا هون ملعقة طعام زبدة اللوتس بدي ذوبها على البخار أو بالميكروويف. وكمان عنا بسكوت بدي حطهم بكيس وناعمهم. ناعم البسكوتات منيح. بحطها بورقة الزبدة. منزين على وجه الكريمة. بجيب الستيك بعمل فيها بهيدا الشكل، كمان بالعكس. بنحط البسكوت على الداير. ملعقة صغيرة بحطهم على رواق. هيدي الحلو اللي عملتها انا وياكم، بتتحضر بخمس دقايق فقط. ممكن تعملوها ودغري تقدموها، واذا حبيتوا بتحطوها بالبراد افضل ساعة. بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.